السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عندي منطقة وعايز أدرس الارتفاع بتاعتها عشان هبدأ أعمل مشروع، فممكن أستعين بجوجل إيرث وأعمل زي جوجل مابس، بس في بعض الإمكانيات اللي احنا هنتعرف عليها واحدة واحدة. طيب هاجي هنا وأقول له من ماي بليس، هقول له إن أنا عايز أضيف باص. طيب الباص دوت هبدأ أديه أي اسم، وهاجي أقول له أول نقطة وتاني نقطة، ولو عايز تضيف نقط تانية تقدر تضيف نقط براحتك، وبعد كده تقول له اوكي. وبعد كده اقدر ارجع على الباص اللي انا رسمته وادوس هنا واقول له شو اليفيشن بروفايل، فيبدا يظهر لي بالشكل دوت. زي ما انت شايف كل ما بتبدا تتحرك بيبدا يجيب لك الارتفاع في المنطقه دي بيعمل ازاي. ده هنا مثلا اخر المسار وهنا اول المسار، وبيبدا يديك الارتفاع بتاعك في شكل جرافيتي سهل ان انت تتعرف عليه. ولو دوست رايت كليك هيبدا يحرك لك المبنى بتاعك بالشكل ده، بحيث لو في حاجه 3D او حاجه ليها ارتفاع تبدا تحس بيها.